العجير عويس بده خمير عمي. يلا شباب السلام عليكم عمي. عليكم السلام. وين كل هلا؟ رفعت افندي هو اللي اخذنا عمي لان كان مرات الحانوت. المهم جبتوا الاساس. شرف عمي شرف. ايوه سمعت لك سمع بالسوق انه الفرنساوي عرفوا اللي حاول يخطوه في الحاكم العسكري. منين طلع؟ من الاماريه عمي. اماريه والمساء. الحمد لله. بس الفرنساوي مهددين اهالي الحاره، اذا ما بيسلمون الفاعل رح يهدوا الحاره ب 24 ساعه. وعرفوا ليش كان بده يخطفوا للحاكم العسكري؟ والله يا عمي شي عم يقولوا انتقاما لابوه، شي لاخوه، شي لتحرير الاسرى، الله اعلم. لك الله محيي البطن اللي حملوه، شغله بترفع الراس. قول عند المختار والشيخ عمر خليجوا لعندي. ابا لك شو طينه هالقبضاي اللي منشن على الراس الكبير؟ الله محيي اصله. العمى وشلون دري اولاد الحرام انه اللي عملوا هالعمله من عنا من الحاره عمي؟ هلا على الراجي افندي انه عندهم معلومات بتقول انه الفاعلين من عنا من الحاره. ايوه وشو الدليل؟ ما علي دليل. انت عندك علم بهيك موضوع يا ابني يا حمزه؟ لا عمي انا منين بدي ادراه؟ هلا بسمع بالروايه منكم. طيب ممكن يكون نفر من رجالك عملوا هالعملة بدون علمك؟ أعوذ بالله عمي، أعوذ بالله شو هالحكي؟ أنا ما حدا من زلمي بيتصرف شيء من دون شوري. طيب مين ممكن يتجرأ ويخطف الحاكم العسكري من عنا من الحارة؟ مين يا جماعة مين؟ عمي أنا عم أقول إنه اللي مزبط هالرواية كلياتها هذا الواطي راجي، لا أهم ناس بيصفي حساباته مع أهل الحارة. طيب ليش ليعملها بهذا الوقت بالذات ليش؟ قال لحاله بيحطها بأهل الحارة وبيصفي حساباته معنا، هو من يوم يومه ناويلنا الشر. معقول راجي أفندي يعمل عملة يجر علينا الخراب وعلى الحارة؟ بيعملها عمي، بيعملها، ليش ما يعملها؟ ما بتعرفه لراجي وبتعرف عمايله العطلة؟ طيب يا جماعة، إيمونا من هذا الحكي، خلونا هلا نفكر شلون نجتمع مع كبارية وجهاء الحارة ونفكر معهم شلون نرفع عنا هالبلية، ترى إذا صارت بتاخد الصالح مع الطالحة. عاد حكينا ونبهنا على الشباب بالحارة يركنوا ويهدوا هالمدة هي، ما بعرف شو صار، ما بعرف شو جرى يا جماعة. يا شيخنا اللي صار صار وما عاد ينفع الندم، خلاص نفد مقدر. يلا عمي بالإذن. وين؟ عندي مشوار صغير عمي بقضي برجع لك. ماشي اسمع لك عمي، نحن المسويات رح نعمل اجتماع، رح ندعي كبارية الحارة ووجهاء ونقعد كلياتنا نناقش الموضوع ونفكر شلون بدنا نطلع من هالبلية. خير عمي خير. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله معك. اسمع شيخنا. نعم. شو رايك من هلا نروح وندور على كبارية الحارة؟ لكان نصلي الظهر وبعدين نتيسر. يا كريم تفضل. على بركة الله. يا الله. مين؟ افتح انا افتح. علي ابو العباس فوت. مصيبة يا طلال. مصيبة. خير شو في؟ الفرنساوية عرفانين مين ورا محاولة خطف الحاكم العسكري. يا محمد على السيرة. هلا كنت عند المختار أبو عزيز وهذا الخسيس راجي جايب تهديد لكل أهل الحارة، إذا ما منسلم الفاعلين خلال 24 ساعة رح يهدوا الحارة على روسنا. إيه شو إيه؟ الشيخ عبد الرحمن سألني قدام عمك أبو عزيز إذا أنا أو رجالي بنعرف شي عن الرواية، وأنا كذبت. هي أول مرة يا طلال أنا بكذب. لا تكبرها يا ابن عباس، لا تكبرها. لك شو لا تكبرها؟ لك شو لا تكبرها؟ الحارة مهددة تنهد فوق راس صغيرة قبل كبيرة. استعجلنا. استعجلنا يا طلال. كان لازم نسمع شور كبارية الحارة قبل ما نتصرف. لا استعجلنا ولا شيء، شو كل يوم نحن بنقدر نعرف إمتى الحاكم العسكري بفوت وإمتى بيطلع؟ يا باطل. يا باطل على السيرة. هلا واحد الله ابو العباس فوت لنكمل حديثنا جوا. لا اله الا الله. يلا يلا خذوا طريق. شريف
يلا يلا. إن أمر الله انحبس ونحبس ماشي الحال، بس إني ما أشوفه ولا زوره ولا أطمن عليه وأعرف الأرضي، والله الله ما قاله يا جماعة. الله يفرج عليك يا أم حسن، الله يفرجه. والله يا أم عباس خايفي الله يأخذ أمانته وما أقدر أشوف الصبح. يو شو هالحكي اللي عم تحكي لك أختي؟ إن شاء الله بيطلع وبتجوزي وبتفرحي فيه وبتشوفي أولاد أولاده كمان. إن شاء الله، الله يسمع منك. يلا يلا. مسحي دموعي خالتي ام حسين، مسحي دموعك وتوضبي لتخبي لمحسن. ايه هيك ها، شد لي عزيمة خالتي ام حسين بهالحكي اللي مثل العصر. وحياة رحمة عباس وابو العباس تحت تراب ماني نسيانه، وما بيعدالي بال لحتى محسن يشوف الشمس. لك روح الله يجور بخاطرك يا ابني مثل ما عم تجبر بخاطري. ولو يا خالتي، نحن كلياتنا اولادك بغياب محسن ها؟ والله وأعز. شو صار بالقطايف يا مال الشام؟ جهزوا يا نور عيوني، تكة وبكونوا جاهزين. يلا بس انا اقليها ونحط لهم القطر. يلا الله يرضى عليكم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بخير يا ميم. والآية عمي؟ من بعد اذنك يعني ممكن تدلنا على بيت المختار ابو عزيز؟ خير عمي، شو القصة؟ عاوزينه مشان موضوع ضروري جدا. عمي المختار ابو عزيز وكبارية الحارة مجتمعين ببيت حمزة الجابري. حمزة الجابري؟ وين بيقر مين؟ شرفوا لدكم عليه، تفضل. شرف عمي شرف. يسعد مساك يا سيدي. وصباح يا معمات. رح جهز لك العشاء. بس بسرعة لأنه أنا راجع فورا. كاميليا وين؟ بغرفتها. كاميليا! كاميليا! Bonsoir. Bonsoir chérie. Vas-y, dépêche-toi. Raconte-moi tes nouvelles. Depuis ton départ, je n'en sais rien. Hein? Rassure-toi. Nous avons saisi le bout de fil. Je sais bien ce que tu dis. Mais comment? Explique-toi. Si les choses marchent comme je le souhaite, demain sera un grand virage dans ma carrière. Je l'espère bien, France. Tu es le meilleur qui a travaillé dans ce domaine. Et tu mérites toute appréciation, n'est-ce pas? Bien sûr. والليلي رح دوقكم الشلباطة وبإذن الله رح تاكلوا أصابيعكم وراه. والشلباطة يا سيدي هي الكريم. شافتني الخانو كيف قطعته وغسلته وقليته وطبخته. دوقوا وادعوا لي. وهي الأكلة ما حدا بيعرف يعملها غير أهلنا هون بالشام. allons-y. السلام عليكم. يا ميت اهلين وسهلين بكبير القنوات. اهلين وسهلين عمي. مسيك بالخير عمي. مسيك بالخير عم. يا ميت اهلين وسهلين. اهلين شيخنا. اهلين يا ابني. يا ميت اهلين وسهلين. شرفوا شرفوا، تفضلوا عمي. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميت اهلين وسهلين. يلا يلا يلا. شرفوا اهلين وسهلين. أكيد هلا إخواننا عم يسألوا عن سبب جايتنا بدون سابق موعد. بيتكم ومطرحكم عمي. شرفتوا شرفتوا. بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك. من آخره يا جماعة وبلا طولة سيرة، أنا وإخواني لما سمعنا بالمشكلة اللي حصل معكم قلنا نجي ونشوف شو ممكن نقدم كمساعدة. بارك الله فيكم وعليم الله شرفتوا وأنستوا. على الرحب والسعة. اهلا وسهلا فيكم وكثر الله خيركم. عليم الله جيدكم تتقل بالذهب يا جماعه. لا يا شيخ عبد الرحمن، هذا واجبنا. حيوا كباريه القنوات اهل النخبه والحميه. الحقيقه يا جماعه يعني نحن حبينا نقعد مع الوجوه النيره اللي مشان نشوف شلون بدنا نخلص من هالمشكله اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. تفرج تفرج ابو عزيز. ان شاء الله ان شاء الله تفرج. يعني شو راح يصير؟
بدهم يفوتوا على الحارة يفوتوا، نحن جاهزين. اي والله والله لناكلهم بلا ملح. لك طول بالك يا نعيم، طول بالك، القصة كبيرة كبيرة كتير وما فيها مرجلة، لك فيها موت أو حياة. بعدين شبنا يا شباب؟ نسيانين إنه الحارة فيها حريم، فيها أولاد صغار، فيها رجال ختايرية، يعني فيها عرض وشرف كل واحد فينا. وفوتت الفرنساوي على الحارة مو لعبة بنوب، والله العظيم مو لعبة. مزبوط ولا لا يا مروان؟ عمي يا عمي احكي عبيد مزبوط. وحياة عيونكم يا شباب، لحتى نعلمهم درس بحياتهم ما ينسوه، وراح ياكلوا قتل حشك ولبك، ويا بروحنا يا بروحهم. لك احنا اصحاب حق لك عمي. الله يجيب العواقب سليمة احسن شيء. امين يا رب العالمين. يلا شباب يلا كل واحد لمكانه، ما بدنا عيوننا تغفل. ها الله يرضى عليكم. ولا يهمك عمي عبيد، انا والشباب عيوننا 10 على 10، لا تاكل هم. واي حدا بحس بشي او بشك بشي على الحارك بيعمل مثل ما اتفقنا يا رجال. كلياتنا عندها، الله يحن عليكم، ما بدنا يصير شيء مو حاسبين حسابه لا سمح الله. صار عمي عبيد صار. يلا يا شباب يلا قولوا الله. يلا يا بلاحة بيارك بيض والمآدن هللت وعيون وغيوم السماء ترسل حبال الدمع وعيون يا 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 هانت يا روح الروح هانت، كلها كم يوم نصير أنا وياك تحت سقف واحد. يا رب. لك يلا عمي هيك رجعت من إيدي لجيب لك الثاني. خفي لي إيدك شوي عمي، معزيم زادو ميت أهلا وسهلا، بيت الضيق بساعة ألف الضيق ودخيله الفهيم أنا. عمي شو سبب الجمعة اللي صايرة عنا؟ عمي صاير مشكلة بالحارة والكبارية ارتقوا يجتمعوا لي لأقول حلّه. شو المشكلة؟ لك عمي بعدين نحكي هلا مو وقت الأخذ والعطاء. يلا طيب مين هدول المهيوبين اللي فاتوا آخر شيء؟ لك عمي هدول كبارية حارة الأنوات سمعوا بالمشكلة وجايين يفوتوا فيها محضر خير. أيوة لك روح من وشي شي. يعلم الله يا جماعة، لما سمعت بالنبأ غمرني السرور وحسيت راسي وصل للسماء. يعني شغلة مو معقولة بنوب، نفر من رجالنا يحاولوا خطيفة الحاكم العسكري، ما حصلت قبل الشهر.